الحمد لله حمدا ننال به الرضا، وصلى الله وسلم على سيد أهل الرضا المصطفى المرتضى من الله عز وجل لحقائق الدلالة عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. كان الحديث في المجلس الماضي مقدمة للخوض في مقام الرضا، جعلنا الله وإياكم من أهله. وتعلمون أو من يتابع هذه المجالس، نحن نتحدث حول ثمرات السلوك إلى الله، فمنها المقامات ومنها الأحوال. المقامات هي ثمرة المعرفة بالله، والأحوال هي ثمرة المحبة لله. والمقامات علامة صحتها أنها باقية يرتقي الإنسان فيها، لا تتركه ولا يتركها، وأن الأحوال تحول، أي تتحول، تذهب عنه، تنصرف ليأتي غيرها. وكان الحديث معنا عن الرضا في المجلس الماضي عن مقدمات في المفهوم، وتطرقنا إلى أن النفس الأمارة بالسوء هي المشكلة في مسألة الرضا، هي المشوشة لحقائق الرضا. ولو تذكرتم أو من تابع منكم الجزء الأول والثاني من مجالس أيها المريد، أو من طالع ذلك في كتب القوم، يعلم أن النفس لها مراتب، وأن مجاهدة النفس تثمر ترقي النفس في المراتب السبعة: النفس الأمارة بالسوء، ثم اللوامة، ثم الملهمة، ثم الراضية، ثم لا قبل الراضية المطمئنة، ثم الراضية، ثم المرضية، ثم النفس الكاملة التي اكتمل سيرها إلى الله عز وجل. فهناك مرتبتان قبل الكمال متصلتان بالرضا الذي نتحدث عنه: النفس الراضية والنفس المرضية. البداية تكون مع الأمارة، فاللوامة، فالملهمة، فالمطمئنة. فإذا اطمأنت النفس تحققت بمعنى الرضا، تصبح راضية عن الله كما كانت راضية بالله، وتأتيها رتبة أعلى، وهي رتبة النفس المرضية التي ارتضاها الله عز وجل فأرضاها، ثم ترتقي إلى مرتبة النفس الكاملة. يذكرون أن سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما الصبط المحبوب، بل باب نيل محبة الله، قال صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فنحن الآن نتحدث عن باب لنيل محبة الله عز وجل. أحب الله من أحب حسينا، تحب سيدنا الحسين يحبك الله جل جلاله. فسبحان المعطي الذي إذا أعطى حير العقول في عطائه. سيدنا الحسين ليس بمعصوم، عقيدتنا أهل السنة في ساداتنا من آل البيت عليهم السلام أنهم ليسوا بمعصومين، العصمة متعلقة بالأنبياء، ولكن أي ذات هذا لم تنل عصمة الأنبياء، ومع ذلك من أحبها أحبه الله. قيل لسيدنا الحسين في مفهوم الرضا، هم سادات الرضا في هذا الوجود آل البيت، قيل له: إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاري الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أبو ذر: يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويحشر يوم القيامة أمة واحدة. قيل له إن سيدنا أبا ذر قال: الفقر أحب إلي من الغناء، والسقم أحب إلي من العافية. فقال سيدنا الحسين: رحم الله أبا ذر الغفاري، وأما أنا فأقول: ما أراده الله إلي أحب إلي. ما اختاره الله لي هو الأحب إلي. يقول سيدنا الحسين: أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمن غير ما اختاره الله تعالى عز وجل له. مرة أخرى يقول سيدنا أبو ذر: الفقر أحب إلي من ماذا؟ من الغنى، والسقم أحب إلي من ماذا؟ من العافية. هو كلام راقي من سيدنا أبي ذر، حال مجاهدة، حال استغراق في المجاهدة، حال هروب من أن تركن النفس إلى الدنيا، حال زهد، كل هذا راقي في سيدنا أبي ذر. لكن سيدنا الحسين هنا يتكلم عن الرضا، عن مقام الرضا. يقول سيدنا أبو ذر:
يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. يقول سيدنا الحسين: رحم الله أبا ذر الغفاري، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى له لم يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. الذي يعيش حقائق التوكل، شوف تتذكرون كنا نقول في المجلس الماضي أن التوكل مقدمة لحصول الرضا، من تحقق بحقائق التوكل على الله لا يتمنى إلا ما اختاره الله عز وجل. اختار لي الفقر رضيت بالفقر، اختار لي الغنى رضيت بالغنى، اختار لي السقم رضيت بالسقم، اختار لي الصحة رضيت بالصحة. طيب ما تتعالج، ما تحاول تحسن من دخلك؟ لا، هذا عالم الأسباب، خذ به. الكلام هنا عن شيء في باطنك، في قلبك، حال معاملتك مع الله فيما يجري عليك، كيف تتلقى ما يأتي من الله. ولهذا قالوا عن الرضا في مدح الرضا وفي وصف الرضا: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا. يقول عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا. طيب، كلام جميل ومشوق للرضا، كيف السلوك في مسلك الرضا؟ أي من حيث السلوك، ما مر في المجالس الماضية في الجزء الأول والثاني فيه تفصيل وفي كتب القوم، لكن يوجز ذلك في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، النصر أبادي يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. أول نقطة، من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. ما الشيء الذي يرضي ربي؟ امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، تدقيق على النفس، تزكية النفس، فعل البر، الإحسان، الأعمال التي أعلم أن الله يرتضيها، أجعلها شغلي الشاغل. هذا الأول. النقطة الثانية، يقول أبو بكر بن طاهر: الرضا إخراج الكراهية من القلب حتى لا يكون فيه إلا فرح وسرور. قال الرضا أن تجاهد نفسك على إخراج كراهية القضاء والقدر، ما حصل لك. الكلام هنا بالكراهية مقصود بها ما معنى؟ ما معنى الكراهية؟ أي استثقال الأمر، كراهية أن حصل، أن قضي علي هذا، كراهية ما قضى الله، ليس كراهية ذات المرض، ولا كراهية ذات الفقر، ولا كراهية ذات الألم، ولا كراهية المشاكل، لا لا، هذا طبيعي أنت، لا، كراهية حصول هذا الأمر لك، القضاء الذي بموجبه حصل هذا فيه لك، فتجاهد نفسك على كراهيتها، على إزالة هذه الكراهية من قلبك. النقطة الثالثة، إدراك أن الرضا لا يتعارض مع الإحساس بالبلاء، لأنك إذا توهمت أن الرضا يتعارض مع الإحساس بالبلاء كلفت نفسك ما لا تستطيع، ما لا طاقة لك به. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا، الله لم يكلفنا ما لا نطيق، لكن الذي نطيقه التعامل، الإحسان في التعامل مع هذا الأمر. لكن ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. قالوا الرضا على قسمين: رضا بالله ورضا عنه. فالرضا به مدبرا، والرضا عنه فيما يقضي. طيب، جاهد الإنسان نفسه، سلك إلى الله عز وجل، وما زال في هذه المجاهدة، وأكرم بمقامات من اليقين في سيره إلى الله حتى أشرف على الرضا. قبل إشرافه على الرضا، هل يعرف شيء من الرضا؟ هل يجد شيء من معاني الرضا قبل بلوغه مقام الرضا؟ نعم، تحصل حالات من الرضا، أحوال تعرض للقلب من الرضا. أحياناً يتوهم السالك أنه بلغ مقام الرضا بها، أو حالة من التوكل تغلب على قلبه فيتصرف بتصرف مبني على حال التوكل الذي وقر في قلبه، ثم تعود إليه مشاكله وشكوكه وهمومه وخوف الرزق. لا، هذاك لم يكن مقام توكل، كان ماذا؟ حالة توكل. كذلك الرضا له أحوال، وأحياناً الأحوال هذه تكون قاهرة غالبة،
لا يستطيع حتى الإنسان أن يدفع ما يترتب عليها من تصرفات، والمغلوب معذور في الشرع. من ملامح هذا الحال يقولون أن السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها رحمها الله ونفعنا بها، سئلت متى يكون العبد راضيا؟ قال إذا سرته المصيبة كما تسره النعمة. طب هل يمكن أن تسرك مصيبة؟ ممكن، لكن حالة تنازلك أن يلمع في قلبك فهم عن الله، هذا جاء من المحبوب. إذن محبوب في مصر هنا في مثل، وفي غيرها يقولون ضرب الحبيب ها زي أكل الزبيب، يقولون الزبيبة عمر الضرب ما يكون مثل أكل الزبيب، الضرب مؤلم ما يكون كما أكل الزبيب، ما يتأثر. لكن ما الذي يجعل المحب يشعر بذلك كأنه يذوق شيء حلو من المحبوب؟ حالة حصلت له. السيدة رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها تصف هذا الحال، صاحب الرضا قال تسره المصيبة كما تسره النعمة. هل يلزم من ذلك أن صاحب مقام الرضا دائما السرور بالمصيبة؟ لا، صاحب حال الرضا ممكن في حال الرضا يسر بالمصيبة نفسها، يحب هذه المصيبة خلاص، أنا يشيلوها عنه، لا أنا عجبان يسيبوها، هذه من محبوبي أريدها لي. لكن صاحب مقام الرضا لا تسره ذات المصيبة ولا تسره ذات النعمة، هو انتقل من المصيبة إلى من أصابه، ومن النعمة إلى من أنعم عليه، فلا المصيبة تشغله عمن أصابه ولا النعمة تشغله عمن أنعم عليه. الملمح الثاني متعلق بالحال، يذكرون عن سيدنا الشبلي، الشبلي مر معنا في المجالس الماضية أنه من العشاق من العاشقين الوالهين من أهل حال المحبة، من المدلهين بمحبة الله، وهو تلميذ شيخ الطائفة الإمام الكبير الجنيد. مرة من المرات هكذا كان في مشكلة فانفعل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالتفت إليه شيخه الجنيد وقال له قولك ذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا. يا جماعة هو ذكر الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا تخالف الشريعة يا سيدنا الجنيد وتريد تقول لنا أن هذا القول يعني مخالف للرضا، أن الإنسان يقول لا حول ولا قوة إلا لا، وقال قولك ذا ليس الذكر نفسه، أي الحال الذي قلت به لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان حالا لا يتناسب مع معنى التسليم الكلي والرضا. طيب لماذا لم يفصح بطريقة أسهل نفهمها بها؟ لأن سيدنا الجنيد كان مستغرقا في لمعة رضا في حاله، لم يرق له بها حتى هذا المعنى. طيب أنا لما أكون متضايق من شيء وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، معنى هذا يناقض سيري إلى الله في طريق الرضا؟ أبدا، ما جعلت هذه الكلمة إلا لتعالج ما يحصل في القلب من الضيق من معانيها أو من مقاصدها، بل هي مطلوبة أن تقولها. لكن استغراق سيدنا الجنيد في شهول حال الرضا جعله لم يقبل من تلميذه أن يكون إراده للحوقلة لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على حال ينافي معنى الرضا في غير معنى. فهناك فرق بين من إذا جاءه الضيق من أمر أو وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحاله وهو يقولها مستعينا بالله متبرئا من حوله هو وقوته إلى حول الله وقوته جل جلاله، مستغيثا بالله عز وجل أن يمده بحوله وقوته فيقوى على ما هو مقبل عليه، وبين شخص آخر لا يقولها ليعبر عن تبرمه، كما يذكرون عن العارف بالله الذي قال لي 30 سنة وأنا استغفر الله من قولي الحمد لله. كيف تستغفر الله من قولك الحمد لله مدة 30 سنة؟ الحمد لله هذه عبادة. لا، كان لي دكان أبيع وأشتري فيه، ثم جاءني من يخبرني بأن السوق احترق، فخرجنا جميعا يعني في هلع على دكاكيننا، فتلقاني أحدهم يبشرني قال أبشر دكانك سلم، أكثر السوق حرق ودكانك سلم. فقلت الحمد لله، في غلط هنا؟ في غلط، ما هناك شيء مخطئ. قال لا، أنا رجعت أستغفر الله من قولتي الحمد لله هذه 30 سنة. لماذا؟ قال لأن فرحي بنجاة دكاني أنساني الشعور بألم إخوتي الذين احترقت دكاكينهم.
قال فرأيت أن هذه من رعونة نفسي، من سوء الأدب مع الله في حق الأخوة في حق الآخرين، لم أشعر بألم هؤلاء. المسألة ليست متعلقة بذات القول، لكن بالحال الذي يرد به القول. يذكرون أن سيدنا سفيان الثوري، تعرفون سفيان الثوري هذا من أكابر أئمة المسلمين، كان له مذهب مثل الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، سفيانين، سفيان الثوري سفيان بن عيينة، يعني من أهل المذاهب، لكن بعض المذاهب هذه انقرضت لأنه لم يستمر من يخدمها بعد ذلك ويؤصل لها كما حصل للمذاهب الأربعة. سيدنا سفيان الثوري التقى بالسيدة رابعة العدوية، شوفوا اللقاء هذا العجيب كيف يكون. سيدنا سفيان الثوري، سيدة رابعة العدوية، وثالث سيدنا جعفر بن سليمان، كان من كبار الأئمة كذلك. التقوا الثلاثة وأخذوا يتذاكرون في شأن أحوالهم مع الله والقرب من الله. فقال سيدنا سفيان الثوري بعد ما استمع شيء من كلام السيدة رابعة، قال اللهم ارض عنا. قال إيش؟ اللهم ارض عنا. قالت له السيدة رابعة، أما تستحي؟ أما تستحي أن تسأله الرضا عنك وأنت غير راض عنه؟ شوف من يكلم من؟ السيدة رابعة العدوية تكلم من؟ سيدنا سفيان الثوري. أما تستحي من الله؟ يا إخواني الكبار كبار. اليوم لو قال أستاذ الواحد من تلاميذه أما تستحي، سيخرج ولن يرجع للأستاذ مرة أخرى. هذا سيدنا سفيان الثوري، قد أما تستحي من الله أن تسأله الرضا عنك وأنت لم ترضى عنه؟ سيدنا سفيان الثوري ما رضي عن الله، لا، هم المعايير تختلف باختلاف المقامات. أنت ما تقول بيت غالي، في واحد بالنسبة له 100,000 غالية على بيت، واحد بالنسبة له 100,000,000 ليست غالية على بيت، الناس تتفاوت. أما تستحي أن تسأله الرضا عنك وأنت لم ترضى عنه؟ ماذا قال سيدنا سفيان تتوقعون؟ قال أستغفر الله. قال سيدنا سفيان أستغفر الله، سلم بالمعنى الذي ذكرته السيدة رابعة، أستغفر الله. فقال جعفر بن سليمان للسيدة رابعة العدوية، متى يكون العبد راضيا عن الله؟ أنت معيارك ما هو؟ إذا سفيان الثوري بالنسبة لك معيار الرضا، معيارك في الرضا عن الله ترين أنه عاد ما انطبق بشكل كافي على سيدنا سفيان الثوري. ما هو معيار عندك أنت يا سيدتنا رابعة العدوية، ما هو الرضا عن الله يسألها؟ قالت رابعة، قال متى يكون العبد راضيا عن الله؟ قالت إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. شوف رجعنا مرة أخرى لمعنى ماذا الحال، إذا كان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة. الفقير إلى الله وقع في القلب أن كلام سيدتنا رابعة هذا كلام حال، كلام ماذا؟ كلام حال، وأن استغفار سيدنا الثوري رقي من سيدنا الثوري، أن قول سيدنا الثوري أستغفر الله في هذه الحالة دليل على أنه قد تربع على عرش الرضا سيدنا سفيان الثوري. يذكرون عن سيدنا أبي جعفر بن الفرج يقول رأيت رجلا يعرف بجمل عائشة، واحد من الشطار، الشطار ليس بمصطلحنا نحن، الشطار في السابق كان لقب يطلق على الحرامية، يعني الناس الذين يسرقون، الذين يحترفون السرقة كانوا يسمونهم الشطار في السابق، يشطرون الناس، يأخذون حاجات الناس، اختلاف التعبيرات. فكان رجل من الشطار، يعني من الحرامية، نشال حرامي، اشتهر بلقب جمل عائشة، كان يحب وحدة اسمها عائشة ودائما يحب يرضيها ويحمل من أجلها ويتحمل أي شيء من أجل عائشة، المرأة التي يحبها. فأمسكوه مرة بعد أن سرق وأخذوا يضربونه بالسياط، طاخ طيخ يضربونه وهو يمشي في الطريق. تعرف لما حد في مكان عام هنا يقبض عليه وهو حرامي،
يعني ما شاء الله الناس تتبرع، اللي معه شبشب شبشب حذاء اكرمكم الله، واللي معه عصايه بلعه، فيعني حفله تكون كما يقولون. حصلت لجمل عائشه نفس الشيء هذا، هذا يضرب وهذا يجلد وهذا. سيدنا ابو جعفر ابن الفرج لما راى هذا الملمح، اهل الله هؤلاء يبحثون عن الله في كل شيء، فالتفت الى هذا الحرامي الذي يجلد بالسياط وقال له: في أي وقت يكون ألم السياط عليكم أسهل؟ متى يكون أثر ضرب السياط عليك أسهل؟ يعني ما تحس بالألم. في أي وقت يكون ألم السياط عليكم أسهل؟ قال: إذا كان من ضربنا من أجله يرانا. وصلت؟ مرة ثانية. هذا حرامي يضرب يجلد، فيقول له العارف بالله هذا، يقول له: متى يكون ضرب السياط عليكم أسهل؟ قال: إذا كان من ضربنا من أجله يرانا. قال: وهم يضربوني أنا التفت إليها حبيبتي اللي روح تسرق وكذا علشان أحقق طلباتها، قال: فلما تكون هي موجودة وتنظر إلي وأنا أجلد وأنا أنظر لأراها تنظر إلي أجلد، أنسى ألم السياط. بكى هذا الذي سمع الجواب من حرامي من شاطره، أغشي عليه. لماذا؟ لأنهم يحملونها على المعاني التي هم يبحثون عنها، على ذوقها، على نورانيتها. هذا حرامي وحب حب حسي أو حب إنسان. المؤمن المستقيم الذي يحب الله عز وجل، عندما تأتيه البلايا أو المصائب، عندما يستشعر معنى أن من ضربت من أجله يراني هنا، كيف يبقى له شعور بألم؟ أو كيف يسيطر عليه أو يستولي عليه الشعور بالألم؟ الكلام هنا عن حالة من الرضا تحصل. بقي المقام مقام الكلام عن مقام الرضا وقد انتهى الوقت على المجلس، لكن إن شاء الله عز وجل يأتي الحديث في المجلس القادم عن مقام الرضا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا ظاهرا وباطنا. اللهم ارضى عنا وارتضينا لحضرتك، واجعلنا ممن صح لهم معنى الرضا بك وعنك وفيك، وأكرمنا اللهم بأعلى مراتب الرضا مع خواص أهل الرضا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.